مرحبا بكم الناس الكل. اليوم شعروا مع بعضنا حلالم مدبشه بالقدي. الحلالم للي ما يعرفش الحلالم، هذه الحلالم نتاعنا التونسيه. نخلي لكم الفيديو نتاع الحلالم في صندوق الوصف، عملتهم انا وخديت من عند ما دونك خلطت مع بعضه وليل الحمد رسول الله. هوني عندي قديد هذا كيف كيف عملته لكم، نخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. حطيت كعيبات طرف قديد وحطيت الزيت نتاع القديد وشويه من الزيت عادي يعني، وكعبتين بصل صغار لهنا ولا كعبه بصل كبيره قصيتها، هذا الموجود هوني. وطاو باش نحط عليها الدبابش، نحن نقولوا دبابش اللي هما البقول. عندي هوني فول مصري، هوني عندي العدس الاخضر والعدس الاحمر ولا اللي عندكم انواع العدس، هوني عندي حمص، وعندي لهنا سفنيريا قصتها هكا وحطيتها في الكونجيلاتور، جبتها من الكونجيلاتور هذاك علاش مازالت بيضه. السفنيريا ديما كيك نقصوها ونخليوها نستحقوها في البرود وفي الجاري في حاجات كيما هكا. طبعا نحط البقول نتاعي، انا نحب الفول المصري برشا هذاك علاش كثرت فيه، تنجموا تحطوا شطر الكميه. ولهنا عندي سبناخ كيف كيف من الكونجيلاتور قصته هكا تروف، خسرته قصيته تروف، وكي نستحق نجبد كمشه. هوني عندي قرع اخضر، القرع الاخضر مش باش نحطه طوا، باش نحطه معناه في الوسط من بعد في وسط الطيب هو والسبناخ، باش ولا نحط السبناخ نجم نحطه من الاول معناه باش يذوب عادي. وهذايا الساق نتاع البروكلي ولا البروكولي نخليها ديما نرميها تبنن على الاخر. اها والبروكولي مثلا كي نستعملو الساق نتاعو هذيك نقصها نغسلها ونحطها في الكونجيلاتور، وقت باش نعمل الجيري يا نقصها تروف تروف معناها في وسط الجيري، والا نرميها هكاكا تبنن على الاخر. نرميها هكاكا طوا، والسبناخ نرمي حتى شطرو. القرع الاخضر اختياري انا نحبه ونحطه في الوحده في الحلالم، وفما ما تحطوش لا محاله، اما انا نحط الدبابش معناها والخضره الكل ان نحطها. وطوا نزيدهم الماء سخون ونحطهم يغلي ويتيبوا تقريبا، خطا عندي الحمص باش نخليهم ساعه يتيبوا على النار يغليوا في الماء نتاعهم اكهو، ومن بعد نرجعوا للشطر الثاني نتاع الفيديو، المرحله الثانيه التفويح نتاع الحلال ما نفوحوهاش من الاول. لهنا نسيت باش نقول لكم على اهم مكون اللي هو الكرافس. هوني عندي كرافس شايح، باش نحط كرافس شايح، وكان عندكم اخضر يكون خير بطبيعه، اما انا باش نحط كرافس شايح خاطر ما عنديش الاخضر. ونكملهم نحطهم على النار، نصب لهم الماء سخون ونخليهم يتيبوا على ريحتهم. وطبعا نحطوا لها الماء سخون بسم الله ونخليوها تغلي سله سله في الماء هذا نتاعها. ما وخالتي يقولوا لي احسن ماكله طيب، هي بالحق طيب الماكله سله سله. تصب شويه ماء دوب ما تشربك الماء نتاعها، تعاود تصب لها انت شويه باش تقعد تحافظ على القوه نتاع المكونات هذيك، وتبدا كونسونتري وتصب الماء سخون بشويه بشويه. هذه معناها الماكله توسع عليها بالك تجيك بنينه بنينه وفيها نكهه ياسر ظاهره، واضح الفرق معناها. انا الحقيقه نصب الكل على بعضه ونخليه يتيب، وقت يبدا ينشح من الماء نعاود نصب شويه نفوح وكها وريقلو موري، نخليها طوا تيب على روحها ومن بعد ساعه نرجع لكم ان شاء الله. وطوا باش نحطوا لفاحات نتاعنا، حطيت مغرفه كبيره التيبل، والتيبل هو سر البنه نتاع الجيري، وتيبل راهو مش تيبل واحد، وتيبل وكرويه ومخلط حاسيل، وخلي لكم الفيديو نتاعو في صندوق الوصف. ديما نقول لكم راني نعمل عملت الوصفه برشا مرات. مغرفه كبيره طماطم معجونه، شويه فلفل مهروش، شويه كركم، شويه زنجبيل اختياري، ورشه فلفل اكحل فرشكه حطيتها لمحاله هذاك علاش حطيت شويه فلفل اكحل. ونحط لفاحات وبعد نرمي الحلالم نتاعي. هذه هي الحلال، هذه الحلالم بعد ما غليت صبيت لها نفس الكميه نتاع الماء اللي صبيتها من الاول، رميت القرع قبيله شويه. وطبعا باش نحط لفاحات نتاعي بسم الله، اذا الطماطم نتاعكم تعرفوها قارصه خليوها تاخذ وقت مثلا 10-15 دقيقه تغلي قبل ما ترميو الحلالم، سينو هي دوب ما تغلي على روحها طول ما ترميو الحلالم. انا نعرفها خاطر الطماطم ناخذها حلوه، دوب ما تغلي نرمي الحلالم. استنى سايب الحموريه نتاعها، اذا حمرت كيما نحبانا اوكي، اذا ما حمرتش باش نزيدها شويه طماطم. والملح ريتوني ما حطيتش ملح على خاطر القديد نتاعي ملح بالكدا. من بعد ما نحط الحلالم، الحلالم زاد فيها الملح، نقدوها بالملح الحلالم هذاك علاش ما رميتش الملح. بعد ما تطيب في الاخر نذوقها، اذا ملحها باهي من غير ما نزيد
اذا ينقص وقت نزيد. باش نزيد نحط طماطم وطواها هيك بعد ما حمرت وغليت على روحها، نحط ال نحط الحليب متاعي. بسم الله، نردو بينا ما نحطوش برشا باش ما تجيناش معجنه. هكا تكفي، راهي تشرب تبذر معناها من بعد. قبل كنت نحط محمصه ولا حليله من نحط ونحسها ليه هذي باش تبذر هذي باش تبذر، من بعد تجي ملطخه كامله، تجي كي خبز الجاتو حاسيلو قالب واحد. هذاك علاش وليت بالعين، معناها يلزمني نراك الكعبه في بلاصه. كي تبدا تخلط هكايا تجبد ترى كعبات الحليله ما نتاعك، واذا تراهم ضايعين يعني في المغرفه تجي كعبه وقتها تبدا ناقصه، وما يلزمش تهز مغرفه يجيك برشا زيد. خليها 10 دقائق تقريب تغلي حتى يكشي للي تشرب بطبيعة طيب في المرقة نتاعها. إذا ناقصة ماء نجم نزيدها في الخرماء، وكما قلت لكم نذوق الملح ونقدمها نوريهالكم إن شاء الله في طبق التقديم. الحليلة مطابت هيا، زدتها شوية زيت زيتونة، مغرفتين زيت زيتونة، وتوا نحطها في طبق التقديم. وهيا حليلة منا حضرت، حطيناها في طبق التقديم، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. وفي حلقة أخرى وصفة أخرى إن شاء الله، وبسلامة.